بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو ال مع تمرين جديد بالنسبه للتيوريم دي فالور انترميديات تي في اي ولا مباراه القيم الوسطيه. اليوم غنشوفوا التمرين هذا اللي قالك مونتري كو ليكواسيون جوج سينس دو اكس زائد اكس كتساوي لنا زيرو اكسبتي او موا ان سوليسيون سور لانترفال اللي هو ناقص بي بي على 3. باش من بعد ندوزو لهذا التمرين رقم 6 صافي. اذا بالنسبه لهنا f دو x راه عطاوها لنا هما اصلا كتساوي زيرو، يعني هي جوج سينوس x زائد x، يعني f دو x جوج سين x زائد x، و الانترفال اللي عطاوها لنا اي راه كيساوي لنا هو ناقص بي في على 3. اذا غادي نطبقو داكشي اللي كاين في القاعدة. خصني نبين انه بعدا كونتيني على هاد الانترفال هذا. بالنسبة لهنا هاد إكس هادي حدودية، يعني إكس فيغ إكس مالا هادي راه كونتيني سيغ آر صافي، هي متصلة على آر، وهاد المازال هذا راه ضمن آر صافي. ناقص بي اللي هو ناقص 3.14 و بي على 3 اللي هو 3.14 على 3، هذا واحد المازال كينتمي لآر. ألوغ إكس فيغ إكس مالو راه كون sur i صافي، و x vers sinus de x صافي x vers ولا جوج sinus de x ماشي مشكل، حيت sinus de x يعني حتى ضربتيها في واحد العدد ما كيأثرش كتبقى متصلة. x vers sinus de x sinus الكوست تاعهم متصلين على r معروف، هادو ما علاقاش. continue sur r راه كنعرفو بلي إيه راه هي ضمن إي، إذا هنايا ألوغ إي فيغ جوج سين إكس راه كونتيني سوغ إي، حيت إي هذا راه ضمن إر. إلا كانت إكس متصلة على إي وجوج سين إكس متصلة على إي، فالجمع ديالهم راه متصل على إي، يعني إف مالا راه كونتيني سوغ، إذا ها هي متصلة على إي. دابا خصنا نشوفو الصورة ديال، حيت دابا هنا يمكن لي نحسب الصورة حيت ناقص بي و بي على 3 راه داخل المجال، إذا يمكن لي نحسب الصور. بالنسبة للصورة ديال بي، يعني اف ديال ناقص بي اش كتساوي لنا؟ هي جوج سينيس ناقص بي، وهنا اكس بنعوضها بناقص بي راه هي ناقص بي. سينيس بي وناقص بي راه هما زيرو، إذا هنا بقات كتساوي ليا ناقص بي، يعني ناقص 3.14، يعني اف ديال ناقص بي راه هي أصغر من أو يساوي صفر. دابا نحسبو اف ديال بي على 3 اش كتساوي لينا؟ هي جوج سينيس، يعني اكس نعوضها بي على 3، وهنا زائد بي على 3. اذا اف ديال بي على 3 اش كتساوي لينا؟ سينيس بي على 3 شنو هي؟ هي جذر 3 على 2، يعني هي جوج في جذر 3 على 2 زائد بي على 3. اذا اف ديال بي على 3 اش كتساوي لينا؟ هنا جوج مع جوج مشات، بقات ليا جذر 3 زائد بي على 3، هذه 3.14 على 3 يعني موجبة، وجذر 3 هي موجبة. إذا اف ديال بي على 3 راه أكبر من أو يساوي صفر. هنا اف ناقص بي أصغر من أو يساوي صفر، اف ديال بي على 3 أكبر من أو يساوي صفر، ضرب عددين مختلفين الإشارة وعدد سالب، يعني اف ديال ناقص بي في اف ديال بي على 3 مالو أصغر من أو يساوي صفر. جوج الشروط تحققوا، ها الشرط الثاني وها الشرط الاول، ان اف كونتيني سوغ اي اللي هو ناقص بي بي على 3، و اف ديال ناقص بي في اف بي على 3 اصغر من او يساوي صفر. اذا حسب تي في اي شنو راه يوجد؟ واحد الساكن تامي لهذا المجال اللي هو ناقص بي بي على 3، حيث ان اف ديال سي شاتكو كتساوي زيرو. هادو الشروط باش نقولوا انها كتساوي زيرو. شنو هي اف؟ شنو هي اف ديال سي؟ راه هي بلاص اكس هنا ندير سي، يعني هنايا جوج سينيس سي زائد سي اش كتساوي لينا؟ زيرو صافي مزيان. اذا يوجد سي كينتمي ناقص بي بي على 3، بحيث ان اف سي كتساوي زيرو. اذا حنا بينا له داك القضيه اللي قال لنا في التمرين رقم 5، بين لي ان جوج سينوس ديال اكس زائد اكس كتساوي ليا زيرو، يعني كاين واحد الحل على الاقل. اذا راه يوجد على الاقل واحد سي كينتمي لناقص بي بي على 3، بحيث ان اف سي راه كتساوي لنا زيرو.
اذا نشوفكم في حصه مقبله مع التمرين رقم 6 اللي يكون هو تمرين زوين. صافي هي الفكره ديالو، كوسينس اكس زائد كوسينس جوز اكس حتى الكوسينس ان اكس كتساوي لنا زيرو، غادي نبينوها بنفس الطريقه. صافي غير شويه ديال التسويد، يعني مجموع واحد العدد، يعني هذيك بسيطه واخا مازال ما حليتوش ولكن راه باين الفكره ديالو. نشوفكم في حصه مقبله مع التمرين رقم 6.